حيا صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء روح المبادرة في الشعب البحريني التي قادته نحو التميز في الإنجاز الوطني لينال بجدارة تقدير وإعجاب العالم ومنظماته، منوها سموه بما يتميز به المواطن من وعي وإدراك للتحديات وتعامله الحضاري معها ومع كل توجه جديد يحقق المصلحة الوطنية العليا. وقد أعرب سموه خلال استقباله لجموع من المواطنين عن الفخر والاعتزاز بقيم التعايش وقبول الآخر التي باتت إحدى مميزات المجتمع البحريني، مؤكدا سموه بأن هذه القيم شكلت على مر التاريخ بواعث لصناعة المنجز الحضاري الوطني الذي نفاخر به، ولازالت ترفد المجتمع البحريني بالقوة والتماسك على الرغم من محاولات شق الصف وزرع بذور الفتنة. وأشار سموه إلى أن الحكومة أدركت أن الاستثمار الناجح هو الذي يستهدف المواطن البحريني، لذا ركزت اهتمامها باتجاه التنمية البشرية، ولازالت تعطي هذا الاستثمار المساحة الأكبر من برامجها حتى غدا تخطو بثقة وثبات نحو المستقبل. هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء استقبل بقصلة قضيبية صباح اليوم عددا من المسؤولين بالمملكة ورجال الصحافة والإعلام وكتاب الأعمدة ورجال الأعمال والأكاديميين والمواطنين. وخلال اللقاء أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الحكومة ترحب بالملاحظات التي تستهدف دعم سياساتها في الرقابة التي تطور الأداء وتوجه استغلال المال العام في الأوجه المخصصة له قانونيا، معربا سموه في هذا الصدد عن الاعتزاز بالتعاطي الإيجابي للصحافة الوطنية وكتاب الأعمدة مع ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2014-2015، والذي يعكس الشراكة والدور الفاعل لصحافتنا الوطنية في مسيرة العمل الوطني. وأكد سموه أن المستجدات والتحديات الجمة اليوم تتطلب أن يتواكب معها إعلاما ديناميكيا يتفاعل مع الحدث ويمتلك روح المبادرة في التحليل والتشخيص وتوعية الرأي العام، لافتا سموه إلى أن الصحافة الوطنية نجحت في أن تكون قريبة من المواطن وجزءا أصيلا من المصادر التي يتعرف من خلالها على التطورات المحلية والإقليمية والدولية، وهو دور يبعث على الفخر والاعتزاز. وتطرق صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع الحضور إلى التطورات والمستجدات إقليميا ودوليا، حيث أكد سموه أن المخططات التي تستهدف الأمة العربية في ازدياد، وهذا يتطلب أن يتوازى معها اتحاد عربي في الكلمة والموقف لتتمكن هذه الدول من دحر هذه المخططات وتجنيب شعوبها تبعات ذلك. واستذكر سموه بالتقدير والعرفان الدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في الإعلاء من التضامن العربي والدفاع عن قضايا العرب والمسلمين وتكريس الأمن والاستقرار في المنطقة.